الإعلامي اللبناني عادل كرم وما لا تعرفه عنه وابنه وزوجته السابقة. أهلا بكم، عادل كرم ممثل لبناني ومقدم برنامج هيدا حكي على شاشة MTV اللبنانية. اشتهر باللوحات الكوميدية لا يمل مع المخرج ناصر فقيه لمدة طويلة، ثم تم تغيير اسم البرنامج إلى ما في مثله. كما اشتهر عادل كرم بشخصية أبو رياض وفريد الذي كان بطل سلسلة مغامرات أبو رياض على قناة المستقبل اللبنانية لفترة طويلة. ولد الإعلامي اللبناني عادل كرم البالغ من العمر 48 عام بتاريخ 20 أغسطس عام 72 في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ممثل ومقدم برامج لبناني. كانت بداية شهرة عادل كرم من خلال اللوحات الكوميدية في برنامج لا يمل التي قدمها لمدة طويلة، وتم تغيير اسم البرنامج بعد ذلك إلى ما في مثله. بعدها دخل عادل كرم عالم التلفزيون بمشاركة بسيطة في مسلسل بقع الضوء، وظهر على الشاشة الكبيرة في فيلمي سكر بنات وهلأ لوين لنادين لبكي. كما ومثل عادل كرم في عدة أفلام هي أسأل فيلم عام 98 وفلافل وسكر بنات عام 2007 وأبو رياض مين أدو عام 2008 وهلأ لوين عام 2011. كما وشارك عادل في العديد من البرامج التلفزيونية لصالح عدة قنوات تلفزيونية، من بينها اسأل شيء وانت الحكم وكاراكاس وأحلى عالم والقصة وما فيها، إضافة إلى شو بده يصير ولا على البال ولا على الخاطر وبقع الضوء ولا يمل ومغامرات أبو رياض وخدنا بحلمك ولا شغلة ولا عملة وما في مثله وهيدا حكي. ولعل أنجح ما قدمه الإعلام اللبناني عادل كرم حتى اللحظة هو الفيلم اللبناني القضية 23 الذي كان مرشحا لجوائز الأوسكار الأخيرة. ويتناول الفيلم انتقال حادثة بسيطة لتفجر أحقادا وإشكالات دفينة تنتقل باللبناني وفلسطيني إلى أروقة المحاكم، مثيرا بذلك قضية رأي عام. قضية رأي عام تنتهي بشكل لم يحسب له الغريمان حساب. وفي هذه الصورة الإعلامي عادل كرم مع زوجته السابقة. فعن حالته الاجتماعية، تزوج عادل كرم عام 2004 من ريتا حنا وأنجبا طفلهما شربل الذي كان يعاني من حالة خطرة فأدخل إلى العناية الفائقة. ويذكر أن معلومات انتشرت حول تخلي عادل كرم عن زوجته وابنه وتخلفه عن دفع تكاليف علاجه بسبب سوء العلاقة بينه وبين زوجته. إلا أن عادل كرم نفى تخليه عن ابنه عندما ظهر في برنامج بخصوص هالشي، وأكد أنه يدفع تكاليف علاج ابنه. وكانت ريتا زوجته السابقة قد هددت بفضح أمور أخرى مخفية تتعلق بعادل كرم، ولم يدم زواجهما إذ تطلقا بعد ذلك بفترة وجيزة. وفي هذه الصورة يظهر ابن الفنان عادل كرم مع والدته وخاله. وفي هذه الصورة الإعلامي عادل كرم مع رولا شمية. وكان قد كشف الإعلامي اللبناني عادل كرم عن سبب طلاقه من زوجته قائلا: إن الأمور لم تسر بينهما كما يجب، لكن ذلك لم يحل دون بقائهما صديقين، خاصة وأنهما يتشاركان طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات. بعد ذلك بفترة قصيرة خرجت شائعات تقول بأن عادل كرم تزوج من الفنانة اللبنانية يارا، وكانت سرت شائعات قبل ذلك
بوجود علاقة بينهما، إلا أن كلاهما نفى ذلك. وقد شارك الإعلامي عادل كرم الفنانة يارا بطولة فيديو كليب ما بعرف الذي أخرجه ناصر فقيه، وانتهى هذا العمل بمشهد يتقدم فيه عادل كرم بطلب الزواج من الفنانة اللبنانية. وقد تم عرض الفيديو كليب الجديد للمرة الأولى في بيروت وسط حشد من الإعلاميين وفي جو بدا كما لو أنه حفل زفاف. وكان قد أثار الإعلام اللبناني عادل كرم جدلا واسعا في العديد من المناسبات، حيث دخل في مهاترات كلامية مع شخصيات وفنانين من دول الخليج منهم الفنانة الإماراتية أحلام. كما وقع عادل كرم في عام 2017 عقدا مع شركة نتفليكس العالمية الشهيرة لينتقل بشهرته إلى نطاق عالمي ويكون أول فنان عربي يعرض محتواه من خلالها. كما وتعاقد عادل كرم مؤخرا مع شركة نيوس نشري التي تعمل على إنتاج فيلم تراب الماس ليشكل مفاجأة لمتابعيه ومحبيه. وفي عام 2019 أعلن الممثل اللبناني عادل كرم عبر صفحته على تويتر عن انضمامه إلى فريق عمل الهيبة بموسمه الرابع الذي عرض في الموسم الرمضاني في حينه. وعن سؤال الإعلام اللبناني عادل كرم، ألا تخشى أن تمثل اللهجة عائقا أمام وصول برنامجك لقاعدة جماهيرية عربية أكبر وأشمل؟ أجاب عادل كرم قائلا، لا يوجد عندي خوف من أزمة اللهجة بيننا كعرب، لغتنا واحدة ونفهمها سويا، وتطورنا كثيرا بعد انتشار الفضائيات التي قربت المسافات واللهجات أكثر وأكثر. وتابع عادل كرم، لذلك لم أشعر بخوف من ذلك، كما أننا كعرب قضايانا واحدة وهمنا مشترك وعاداتنا وتقاليدنا واحدة. وتابع عادل كرم، زمان كانوا يقولون تحدث باللهجة البيضاء حتى تصل إلى جمهور أكبر، وأعتقد أن هناك تقارب نعيشه على جميع المستويات. وتابع كرم، قد تكون هناك بعض المصطلحات التي تختلف من دولة إلى أخرى، لكن قضايانا والمواضيع التي نطرحها في الحلقات متشابهة إلى حد كبير.